تفاصيل، خلينا نقول عشان أكون دقيقة جدا، تفاصيل التفاصيل. يعني أكيد مشاهدينا شايفين كيف الكاميرا لما بتقرب على التفاصيل الصغيرة، مدى الدقة العالية اللي موجودة، كيف أنت بتهتم بأمور قد ما تكون كثير واضحة أو مفهومة لغالبية الناس، بس أنت بتشتغل يعني مش بس بضمير بتشتغل بشغف كثير عالي القطعة، لأن فعلا هي بالنهاية أكيد راح تحمل اسمك، بس مش الكل بيشتغل بنفس هذا العطاء والحب والشغف. أنا بآمن إنه التفاصيل الصغيرة بتعمل الصورة الكبيرة. يعني في أشياء بيجوز بتقولي هدول ما حيأثروا أو ما حدا حينتبه، بس إلا ما يعطوا على الأقل انطباع، بجوز ما تشوفيهم بشكل مباشر، بس لما بينجمعوا مع بعض بيعطوكي هاي التقنية العالية، بيعطوكي إحساس بالكواليتي، بيعطوكي إحساس بالجهد اللي موجود بالفستان، فبتصير بتقدري أكثر. فعلا عادة ليك طقوس معينة كرامي العيل لما يبدأ يحط الخطوط الأولى للتشكيلة القادمة الجديدة، هل في تصور معين، طقوس معينة بتمر فيها عشان تبدأ تقول والله هذه الألوان اللي أنا حختارها، هذا الشغل أو هذا الثيم؟ هلأ دائما نجاح أي كولكشن هو بداية الكولكشن الجديدة، فبناء على أديه هاي الكولكشن كان إلى اتصال مع الميديا، كان إلى اتصال مع الكلاينت، أديه حبوا شو اللي ما حبوا شو اللي كروا، من ردود هالأفعال هو ببلش نعمل قاعدة جديدة للكولكشن اللي بعدها. بناء عليه بشوف أنا شو الشيء اللي بيشبهني أكثر، شو هو اللي موجود في الدي إن إيه تبع دار رام العلي، شو التكنيكس اللي نحن مثلا قوايا فيهم، وعلى هالأساس ببلش الثيم ينبنى بشكل قوي. حلو. منلاحظ أنه الفساتين اللي عندك سواء كانت مشغولة أو كانت سادة، الاثنين بيخطفوا الأنفاس. بعض المصممين بيحاولوا يعوضوا مثلا ضعف التصميم إن هم بالشغل كثير، أنت لاحظ حتى التصميم اللي ما فيه شغل ولا كريستالة واحدة برضك حلو، عنده نفس القلق. هلا ثانك يو. هذا هذا جد على فكرة، ما بتجامل أنا أبدا، إذا ما عجبني ترى أسكت، بس لما يعجبني ما أقدر أسكت. تسلمي يا لوكا. أنا برأيي الثقافة الكلاينت هلأ تبع الكوتور كتير عالية. يعني ما تخرج أنه تعطيها شيء دون المستوى أو تعطيها شيء مانو يعني شيء كتير حديث وأوريجينال، لأنه موجود كتير هلأ بالسوق، وطريقة الاطلاع صارت أسرع وأسهل من قبل، يعني خصوصا بالسوشال ميديا. إميديت اللي فيك تحضري أي عرض موجود بأي مكان بالعالم وتشوفي تفاصيل دقيقة جدا. فلهيك لازم الواحد يكون حريص أنه دائما يكون أوريجينال، متجدد، في شيء مدروس، وأي ما يكون بس لمجرد الظهور. حلو. في تصور معين كمان مثلا للمرأة اللي راح تلبس من رامي العلي لما أنت بتصمم هذا الفستان، بتخيله مثلا شخصيتها بتكون قوية، شخصية حاضرة، رشيقة، طويلة، لا هذا بيصلح للمرأة المليانة الاثنين، في تصور معين؟ هلأ بكل كولكشن أنا بيكون عندي دائما في خيارات، يعني ما بيكون في شيء ليميتد بستايل أو ذوق واحد، في أكيد يعني تيست عام للكولكشن، ذوق عام، نعم، هوا واحد، بس فيهم اختلافات بالتعاطي. أكيد بهي الكولكشن فيها شيء بعتقد يونغ أكثر من الكولكشن اللي باقيين، مع أنه السلوات تبعهم كتير كلاسيك بس معمول بطريقة مودرن، لهيك بجوز اليونغ كلاينت بيجذبها هذا الشيء أكثر. التفاصيل والقصص اللي معمولين فيهم السكيرت بيساعد كتير، بيجوز أنه يظهر الجسم بشكل أطول ومغطى أكثر، فبعتقد حيناسب أجسام بقياسات مختلفة. والكالر باليت البانتون اللي كان مشغول منه الكولكشن كتير باستيل وخفيف وفيمينين، فكمان هاد منه شيء قوي بحيث أنه تقولي ممكن بس اللي بيحب الفايبرنت كولر يعجب بهيك شيء، ممكن بس اللي بيحب الأشياء القوية بيعجب بهيك شيء، لا حيكون ذوقه يعني عام أكثر. حلو. لما أي امرأة حابة تلبس من عند رامي العلي بتجي تقابل رامي، بتجلس معه تقول أنا عندي المناسبة سواء أنا العروس أو أنا المدعوة، إيش في أسئلة معينة مثلا أنت بتطرحها عليها؟ إيش أهم الأشياء اللي بتحب تعرفها عشان تبدأ تصمم لها شيء مخصوص علشانها؟
هلا بمجالنا دائما في هالعلاقه الخاصه والحميمه مع الكلاينت، يعني لازم يكون في راحه متبادله بين الطرفين ليكون في نتيجه موثوقه بالنهايه. دائما انا بسال بالاشياء العامه اول شيء عن الايفنت، اذا كان له ثيم اندور اوت دور، يعني بحاول بعرف الاتموسفير اللي هي حتكون موجوده فيها. حتى بسال يعني الاضاءه والباك جراوند اذا كان عندها اوريدي هدول الاليمنتس معروفين. بعدين يعني من خلال الحديث بفهم الكلاينت هل هي مثلا عندها كاركتر شاي فورورد اكثر، نوعيه الشخصيه بتلعب دور اكيد، لان كثير مهم انك تعملي شيء بيمشي هاي الشخصيه ما يكون ضدها، يعني ما تلبسي حدا هو خجول كثير بتعطيه شيء جريء وقوي وقاسي حيخليه خجول ولا العكس، ولا يعني بتعطيها سكن ثانيه لإلها مش حلو. سكن جديده لانه انا بالنهايه دائما بقول لهم انه مش مهم الفستان، المهم هي الكلاينت. صحيح، لازم هي اللي تبرز، وهذا يساعدها انه تبرز مش الفستان 100%. مشاريعك القادمه؟ مشاريعنا القادمه عندنا بنفس الوقت اللي خلصت في كولكشن كوتور كمان خلصت كولكشن بريتا بورتيل جاهز الملابس الجاهزه، وكمان عرضت بباريس عن قريب جديد حيكون الإعلان عنها إن شاء الله. في كولابريشنز كتير مهمين حيكونوا بهاي السنة مع couple of big companies، يعني حيكون في exhibitions حلوين بالريجن حينعملوا، وتحضير أكيد للكولكشن جاي بجولاي إن شاء الله. إن شاء الله، أكيد بتستحق دائما الأفضل رامي العلي، وإحنا كسيدات كمان منحب ندلع حالنا وندلل حالنا، بنستحق كمان إنه إحنا نلبس من أشياء كذا من بين أناملك. يعطيك ألف عافية. الشرف تسلم. شكرا لك رامي، نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، في انتظار دائما جديدك المبدع. ومشاهدين نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم يوم مثل السكر، ونشوفكم بكرة في حلقة جديدة. مع السلامة. للطلب من مطاعمك المفضلة طلبات.com، تقدر تطلب أونلاين من أول وأكبر موقع إلكتروني في الخليج العربي. نقي وجبتك مثل ما تبيها مع طلبات، أسهل وأبسط طريقة تطلب أكلك أونلاين، والمنيوات بالمئات، أو تمتع بالخدمة المميزة بزيارتك الدائمة لموقع طلبات.com، أكبر موقع إلكتروني في الخليج العربي للطلب من مطاعمك المفضلة. هل يحصل طفلك صعب الإرضاء على تغذية سليمة؟ أنا أعتمد على بيدياشور الموصى به من أطباء الأطفال. تركيبته العلمية تحتوي على مكونات فريدة من البروتينات و28 نوعاً من المعادن والفيتامينات الأساسية لتغذية متكاملة ومتوازنة. قدمي لطفلك بيدياشور، غذاء الأطفال التكميلي رقم واحد في السعودية ودول الخليج. I'm not a girl. I'm poison. Poison girl. Dior. قدمي لطفلك سيملك 3، تركيبتنا المصممة بطريقة علمية لتوفير تغذية مثلى لنمو الأطفال. سيملك 3، انتخب المنتج رقم 1 عن فئة تغذية الأطفال في الخليج. والآن سيملاك 4 للأطفال من 3 سنوات فما فوق. نيسان إكستريل الجديد كلياً، الكل يتبعه. اليوم على MBC1.